أما الشباب اللي يهينون الكبار، الأب ما يدير بال لأمه وجدته ووالده وما يحترمهم، هذا كله سلب للتوفيق. سجلوها علي وأنا به زعيم. زعيم يعني أنا به، أنا مصر على الحكاية. اللي ما يحترم والدينه واللي ما يحترم أهل الحق اللي عليه، أستاذه، أستاذه، إيه نعم أستاذه، المعلم والوالدين وأهل الشأن الذي في الواقع هم على حال لهم حق عليه، إذا ما يحترمهم يسلب التوفيق عنه، ما يتوفق. لو هسه دكتوراه، لو ما أدري آية الله، ما يتوفق.